سؤال أخير. قيل أنك تعرضت لتهديدات بالقتل من قاتل الفنانة الراحلة وداد حمدي. هو لا، هو مش تعرضت، انا هو كان جاي اوريدي يقتلني، مش هو كانش هيقتل وداد، كان جاي يقتلني انا وبعدين يسرى. ايه 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 الحكاية؟ هو ريجيسير وكان بيجي باستمرار عندي ويخش جوه عندي ويحط له الاكل ويدوا له فلوس ومش عارف ايه. ولد غلبان، ولد مهذب وخلوق وطيب جدا 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 وخجول قوي قوي، وانا كنت بعطف عليه جامد لان هو كان حقيقي انسان كويس قوي، وكان يطخ مشاوير ويجيني في عشان يجيب لي الاوردر وكده. بس واضح ان هو كان وقتها بقى بياخد حاجات وكده، واحنا مش يعني ما نعرفش ان هو بياخد ايه، فكان محتاج فلوس عشان هياخد حاجه او بتاع مخدرات يعني. مخدرات اكيد طبعا. فجه على البيت عندي وفتحوا له عندي، فكنت انا لسه في الزمالك في الدور ال11، فعلى ما طلع والبواب مسكه من تحت ومش عارف ايه، عارفين انه بيجي يديني اوردر فسابوه يطلع. فلما فتح له الطباخ اللي عندي قال له المدام مش موجوده، قال له يعني ايه مش موجوده، انا عايزها، ما كنتش انا موجوده في البيت مش عارف ايه، وراح مطلع من جيبه سكينه عايز يضرب الطباخ. فطبعا مسكوه، كان في عندي ناس في البيت كتير مسكوه كده وخدوه يعني مشوه. لما جيت انا بعد ما نزل من عندي بعد الحادثه دي راح على يسرى، ما لقاهاش موجوده. من عند يسرى راح على وداد الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني كان عاوز فلوس علشان التعاطي بتاعه. ولذلك هو خد من وداد ايه مش عارفه 200 ولا 300 جنيه اللي كانوا موجودين. لما انا عرفت انه انت كنت المستهدف الاولى. لا انا اصلي ربنا شالني من حاجات كتير كده. كده؟ يعني كتير قوي. زي ايه؟ ما انا حكيت لك حكايه العربيه واللي اتقلبت بيها وكده، يعني في حاجات حصلت في حياتي كده، بس الحمد لله انا مسلمه امري لله.